نبينا وحبيب قلوبنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. ها نحن في طريقنا إلى أبي عبد الله الحسين مع هذه الزحوف المليونية التي تتجه إلى قبر أبي عبد الله الحسين صلوات الله وسلامه عليه. هذه الوقود التي جاءت يحثها السير نحو مرقد أبي عبد الله الحسين لتيمم ذلك القبر الطيب الطاهر. وها هنا خطوات ينبغي لمن يمشي إلى أبي عبد الله الحسين عليه أن يعتبر بها. الخطوة الأولى أن يبدأ بالنية الطيبة أن ينوي القربة الخالصة إلى الله في هذا المشي وفي هذا الاتجاه إلى الله، قربة خالصة إلى الله تعالى في حب العترة الطاهرة، ولا سيما أبي عبد الله الحسين صلوات الله وسلامه عليه. قبل ذلك عندما يتجه الماشي إلى أبي عبد الله الحسين عليه أن يغتسل غسل الزيارة عن بعد، مضافا إلى النية التي يجب أن يتحلى بها وهي القرب إلى الله تبارك وتعالى. ينبغي أن يزور أبي عبد الله الحسين وأن يصلي ركعتي الزيارة ويهديها إلى الإمام الحسين عليه أفضل الصلاة والسلام، كما ينبغي للزائر الكريم وهو يتجه في طريقه إلى أبي عبد الله الحسين أن يكون له أنس مع القرآن الكريم، يتلو القرآن، يردد كتاب الله ويعتبر من كتاب الله، وهكذا يقرأ الأدعية المأثورة ولا سيما دعاء زيارة عاشوراء لأبي عبد الله الحسين عليه أفضل الصلاة والسلام، وهكذا تسبيحة الزهراء يرددها، وهكذا الصلاة على محمد وعلى آله في أثناء المسير. ينبغي للذي يخطو هذه الخطوات أن يسجل المواقف التي يمر بها في طوال مسيرته إلى أربعينية الإمام الحسين، أن يكون ذاكر لله، أن يكون مخلص، أن يكون متأسي في الواقع بأهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام بأخلاقه وبتعاليمه وبسيرته. هؤلاء المشاة إلى أبي عبد الله الحسين، هؤلاء لهم عقيدة ولهم ولاء ولهم إخلاص إلى الله، جاءوا من أجل أن يركزوا هذه المسيرة. نسأل الله لجميع زوار أبي عبد الله الحسين أن يوفقوا للزيارة وأن تترك الزيارة آثارا طيبة طاهرة على سلوكهم وعلى تعاليمهم وعلى أفعالهم وأخلاقهم. نسأل الله أن يحفظ جميع زوار أبي عبد الله الحسين، يوفقنا وإياكم لزيارته في الدنيا وشفاعته في الآخرة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.